الأسبوع اللي فات كان أسبوع حزين على الوسط الرياضي والفني برحيل اثنين من رموز القوى الناعمة في مصر، والبداية كانت برحيل كابتن إيهاب جلال المدير الفني طبعا للإسماعيلي ومنتخب مصر السابق. وفاة إيهاب جلال صدمت كتير من الناس، وخصوصا أنه اتوفى بعد فترة قصيرة من دخوله المستشفى بسبب إصابته بجلطة في المخ، عشان يتوفى في عمر 57 سنة. والحقيقة أنه وفاة إيهاب جلال أثرت في كل جماهير الكرة المصرية، وده لأنه الراحل كان بيتمتع بحب واحترام الشارع الرياضي في مصر بشكل عام. أما الخبر الثاني واللي صدم أغلب الشارع المصري، فكان رحيل الفنانة ناهد رشدي بطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي طبعا، واللي ارتبط اسمها بالسوشيال ميديا من خلال مشهد فرح سنية الشهير. وأبطال حرصوا على حضور الجنازة لوداعها، وكان في مقدمتهم الفنان رشوان توفيق واللي أصر على الحضور رغم كبر سنه وحالته الصحية، وكمان منال سلامة ومحمد رياض وغيرهم من الفنانين. ربنا يرحم الفنانة ناهد رشدي والكابتن إيهاب جلال ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.